بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه وأما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المشاهدين، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من نحو عالم أفضل من المعلوماتية. اليوم أعزائي المشاهدين سوف أستعرض لكم تطبيقا اسمه الأبتويد. أعزائي المشاهدين، وما هو الأبتويد وما الفرق بينه وبين المتجر بلاي؟ سوف أستعرضه فرقا واضحا، ويوجد كثير من الفروقات به أعزائي المشاهدين، لكن سوف أستعرض فرقا واحدا فقط كون الاكتشاف والمزيد منه. مثلا أنا أريد أن أكتب شيئا له سعر على البلاي ستور، مثلا سعره 5 دولارات أو ما شابه. قد كتبت كوباتون، أبحث عن منه يقارب 5 دولارات. أعزائي المشاهدين، مثلا سوف نذهب الآن ونقارنه بالأبتويد. أعزائي المشاهدين، نقوم بكتابة البحث كوباتون هون، ونذهب إلى لاحظ أعزائي المشاهدين، ها هو كوباتون في أكثر من مجال العالم. أعزائي المشاهدين، وهو كيف كانت تشاهده هو أنه مجاني 100% ولا يكلفك أي شيء. عزيزي المشاهد، إن الأبتويد أعزائي المشاهد هو أكثر من البلاي ستور، يمكن أن تنزل إليه برامج وأشياء مجانية، يمكن أن تحمل منه أشياء مجانية أيضا، يمكن أن تجد أشياء لن تجدها في البلاي ستور أيضا. عزيزي المشاهد، هذا هو الأبتويد وهذا تطبيقنا. عزيزي المشاهدين، إن أعجبك هذا الفيديو وإن أعجبك التطبيق يمكن أن تجده أسفل هذا الفيديو. إن أعجبك التطبيق لا تنسى دعمنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.